استاذ لحود، ايضا باطار اليوم المبادرات اللي عم تنعمل، رح ننتقل مع زميلنا نعيم برجاوي ايضا المهتم بالشان الزراعي واللي عم بيتابع اليوم ببيروت بزرع قطعه ارض، بعتقد بمبادره ايضا من النائب بولا يعقوبيان. صباح الخير نعيم. صباح النور نعيم، سفيرنا الى القطاع الزراعي. كنا عم نتابع الحلقه وشفنا الحديث. انت سفيرنا الى القطاع الزراعي نعيم. على امل نكون على قد الطموحات. على قد المسؤوليه، تفضل نعيم. رامز، يعني تابعنا الحلقه من اولها مع الاستاذ يعني اللي حضرتك مستضيفه الاستاذ ميس لحود. نعم. وايضا يعني شفنا كثير من الملاحظات القيمه، ولكن يعني بمعاينتنا لهيدا المكان هون هي شقفه ارض حوالي 5000 متر مربع بقلب بيروت، وتحديدا ضمن نطاق الاشرفيه. يعني هي مبادره من نائب بولا يعقوبيان، يلي يعني حسب ما عرفنا انه هيدي الارض قدمها احد يعني رجال الاعمال يلي عايشين بالخارج، وذلك بعد ما عرف انه يعني هناك مبادره من اجل الزراعه في ضمن بيروت، يلي هو صار شيء من النادر، يعني صعب النادر تلاقي هلا ببيروت شقفه ارض مزروعه وعم تنتج. ولذلك يعني في هاي المبادره بلش اليوم الشغل لتنشال يعني تحضر الارض وتبدا عمليه الزراعه. الى جانبي ألفت، بدك تخبرينا اليوم يعني عن هذا المشروع، هل بيطابق المعايير اللي كان عم يحكي عنها اليوم رامز بحلقته وشو بعد؟ هلا المشروع طلع صراحه لنا شهر نحن تلقينا صاحب الارض، ومشكور استاذ جفال عطانا اياها. المشروع صراحه مطابق لهلا لكل المواصفات اكيد، لانه نحن هلا عم نشتغل على كومبوست. استاذ زياد ابو شاكر اليوم نزلنا كومبوست اورجانيك كومبوست، ونزلنا المستوعب اللي نحن رح نصير نعمل كومبوست تبعنا من مطبخنا. هيدي وان السقاية، هلا رح نستعمل سيترنات لانه ما رح نحفر بير كرمال البيئه وكرمال كثير تفاصيل. رح نزرع زراعه عضويه، الهدف منها يروح اكيد للعيال المحتاجه، مثل ما دفع على طول بتعطي عيال المحتاجه، بس هون زدنا اذا بدك نوع المساعده. واحد اثنين، رح في الفولونتيرز كلهم اللي عم يتطوعوا معنا، المهندسين الزراعيين اللي عم يشرفوا هن على هيدا الموضوع، يعني ما رح يصير ولا شيء غير باشراف زراعي. حتى الاسرات اليوم اجوا كشفوا تيشوفوا انه نحن ما عم ندق بولا شيء. مشكورين كل العالم. هلا اكيد عايزنا بعد كثير تبرعات تكون عندنا من خزانات، من الربيش للري، من عده، من فولونتيرز بعد، مهندسين بعد. كل ما زدنا تيم وكل ما زادت التبرعات، كل ما المحصول رح يقدر يوصل لناس اكثر ونقدر نساعد اكثر حتى نقدر نعمل لهم مونه بعدين. شكرا شكرا. خليني بس احكي مع احد المهندسين الزراعيين اللي قرروا يتطوعوا بهيدي المبادره. ارض مثل هيدي يعني قديش ممكن تعطي انتاج وشو فينا نحكي عنه؟ يعطيك العافيه. اول شغله بالنسبه للحمله اللي عم بتصير، نحن كثير بنشجع الزراعه كخبراء زراعيين، وهيدي الارض لو حتى شقفه صغيره من الاراضي الموجوده ببيروت لازم نكون نحن عم نشجعها لتنزرع، لانه ما لنا غير الامن الغذائي تبعنا وكيف نحن نطلع اكلنا ببيتنا ونطلع الاكل اللي نحن لازم نكون عم نجيبه وننجو عنا بالاراضي حتى يكون عنا نحن اكتفاء ذاتي بشغلنا وبحياتنا اليوميه. قديش ممكن يعني هيك ارض تعطي انتاج ويعني بيقدر الناس فعلا تستفيد منها، ام بس فقط هي لمجرد مثل المبادرات اللي عم نشوفها مبادرات فرديه؟ كارض موجوده مساحتها تقريبا عم نحكي شيء 4 دونم، اكيد رح تغطي بحدود اكثر من 50 عائله او اكثر من 75 عائله كانتاج تغذيه يوميه لإلهم. شكرا شكرا. اذا رامز، يعني مثل ما شفنا مبادره فعلا جديه على الارض، بتتطلب جهود، بتتطلب عمل، بتتطلب يعني عده كثير انواع من المعدات، وبتتطلب يعني طبعا بالايام العاديه مشروع مثل هذا بيحتاج لمصاري واموال. عرفنا ايضا انه ممكن يستفيدوا من البنيات يلي حول هيدي الارض ليقدروا يعني ياخذوا منها الاكل والشرب، بقايا الاكل والشرب لينجوا منها سماد عدو، وهيك بكون هذا مشروع كامل متكامل. بنعود لك رامز ولضيفك. شكرا لك زميلنا نعيم برجاوي على هالرساله مباشره، كنت معنا من الاشرفيه. شكرا لك نعيم.